من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا صلاة يونان النبي التي صلاها في جوف الحوت، وهي صلاة نادرة في هذا الهيكل المتحرك أو هذه الكنيسة المتحركة. فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، فقلت قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك، قد اكتنفتني مياه إلى النفس وأحاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهدى حياتي أيها الرب إلهي. حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك، الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نظرته للرب الخلاص. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وأنتم طيبين في هذا الصوم اللي بينتهي النهاردة، وبكرة يبقى فصح يونان، والفصح دايما يوم خميس، وعندنا ثلاث أعياد بنعيد بيها يوم خميس: في فصح يونان، وفي خميس العهد، وفي خميس الصعود. دي ثلاث أعياد ثابتة من ناحية اليوم. وصوم نينوى هو الصوم اللي بيمهدنا وبيحضرنا لفترة الصوم المقدس، أو فترة نسميها فترة الربيع الروحي في حياة الإنسان، في حياة الروحية. والتأملات في هذا السفر لا تنتهي، ولكني أيها الأحباء أود أن أقف أمامكم قدام سؤال مهم جدا. السؤال هو: هل تنطبق مشيئتك الشخصية على المشيئة الإلهية؟ أنت بتصلي في كل يوم وبتقول لتكن مشيئتك يا رب، بنصليها كلنا في أبانا الذي، الصلاة الربانية، وبنصليها من قلبنا. هل وانت بتصليها من قلبك تعي معناها جيدا؟ عندما تقول لتكن مشيئتك، هل تعني هذا ولا مجرد كلمة بتقولها؟ ولما انت بتصليها انت بتقصد لتكن مشيئتك في حياتي يا رب، في حياتي الشخصية، مشيئتك، ولا انت ماشي كده بدماغك، ولا ماشي بحسب مشيئتك الشخصية؟ في قصة أحداث سفر يونان نقف أمام طريقة التفكير التي تطبق مشيئة الله. هو نفس السؤال، بس هنشوف إزاي الله أجابه، وإزاي قائد السفينة أجابه، وإزاي يونان جاوب على نفس السؤال. وده يا إخوتي يشرح لنا طريقة التفكير. يعني ممكن تكون إنسان جيد، ولكن تفكيرك أو طريقة التفكير اللي بتفكر بيها غلط. عشان ندخل في الموضوع،
الله كان يشغله سؤال كيف أنقذ شعب نينوى، وربان السفينة كان يشغله نفس السؤال كيف أنقذ السفينة أو أخلص السفينة، والثالث يونان السؤال كيف أنقذ نفسي. عايزك تاخد بالك كده وتتدرج وياي عشان نوصل للمقصود. الله يفكر كيف ينقذ أو يخلص شعب، هنعرف ربنا عمل إيه. في ذات التوقيت قائد السفينة يفكر كيف أنقذ السفينة بركابها بحمولتها، ده تفكير إيجابي. أما يونان رغم أنه نبي ومحسوب ضمن أنبياء العهد القديم والذين كتبوا أحد أسفار الأنبياء الصغار وقد ظهر في القرن الثامن قبل الميلاد، كان يشغله سؤال واحد: كيف أنقذ نفسي؟ كيف أخلص نفسي؟ تعالوا ندخل في مجرى الأحداث ونحاول نتأمل فيها سويا. لكن أنا أقصد إزاي الواحد يفكر، إزاي تفكر وإنت بتتعامل مع موضوع ما. فكر صح، عشان لما تفكر صح تقدر تنفذ أو تطبق صح، وبالتالي تكون النتيجة في النهاية صح. كان الله عنده خطة كيف أنقذ شعب. خد بالك من السؤال، أنا عايز أنقذ شعب نينوى أخلصه، هذا الشعب غالي علي خالص. يا ترى يا رب قد إيه الشعب ده؟ قال كتير، عشرات الألوف. في نهاية السفر يقول 12 ربوة، الربو 10,000، وغالبا هذا العدد ينطبق على الرجال فقط اللي كانوا بيعدوا على اعتبار انهم قوة الشعب في اي حرب، الرجال ما عدا النساء والاطفال. كيف انقذ الشعب؟ هتعمل ايه يا رب؟ قال اول حاجة هعملها هختار واحد وابعته. ودائما التفكير الصح في اي عمل وفي اي مشروع يبدأ بالبشر قبل الحجر، الإنسان هو المهم. يعني لو عايز بلد عايزة تبني مستشفى، أول حاجة تفكر فيها إنها تعد أطباء وممرضين وممرضات والاصطف الفني، هو ده المهم قبل المبنى. عايزين كنيسة، الأول أبونا قبل الكنيسة. عايزين نعمل عمل خدمة، قبل أن تقام الخدمة بأي صورة من الصور، الصور المادية تحتاج إلى الشخص. هتعمل إيه يا رب؟ قال أنا هختار نبي يونان، ويونان معناها حمامة، وهبعته وهكلفه بالمسؤولية الإلهية دي، ولو نجح يونان فيها سيصير أعظم كارز وأعظم إرسالية كرازية. يا رب ده حاجة جميلة خالص، الله ترسل هذا النبي لكي ما يقوم بهذه المهمة ويحمل سلطان فمك. ولكن يونان لم يتمم الأمر. طب يا رب هتعمل ايه بقى الخطوة التانية؟ قال أنا هطول بالي عليه، هو بيهرب مني؟ أيستطيع أحد أن يهرب من الله الذي يملأ السماء والأرض؟ لكن الحقيقة الصغيرة دي غابت عن يونان. كانت الخطوة التانية عند الله طول الأناة، والله في طول أناته لا يمكن أن يوصف. طول أناة الله على الشر والأشرار والخطاة. ودايما يجي لنا سؤال كده: ليه يا رب سايب الشر؟ ليه سايب الشر في أي مكان؟
لا نجد إجابة يا إخوتي غير في مثل الزوان والحنطة، وهو أحد أمثال الملكوت التي نقرأ عنها في متى 13. 7 أمثال تتحدث عن الملكوت. فعندما ذهب الذي يعمل في الأرض وبيقول لصاحب الأرض رحت أشوف الأرض لقيت قمح حنطة وزوان، أروح أخلع الزوان؟ والزوان نبات سام. قال له لا، قال له دعاهما ينميان معا. طب يا رب سايب الشر في الأرض ليه؟ يقول دعاهما ينميان معا، لأن الله من طول أناته يعطي فرصة حتى للإنسان الخاطئ، وإمهال الله لا يمكن أن يوصف. وربنا يطول باله، طول باله جدا، سنين وسنين، لعل الإنسان يتوب، لعل الإنسان ينتبه. والله في طول أناته يحاول أن يوقظ الإنسان، أحيانا يوقظه بقرعات خفيفة، فكره يحضر عظة، يسمع كلمة، يقرأ قراية، ينتبه. وأحيان قرعات الله تكون شديدة، مثلما حدث مع يونان. والله مطول باله. يونان كان على شفا الموت، ولكن الله يعد له الحوت ويقرصه قرصة خفيفة كده أو قرصة تقيلة، يقعد في جوف الحوت هذه الأيام الثلاثة، لها رمزيتها النبوية وكيف تنبئ عن صليب وموت وقيامة ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد. ولكن الله في طول أناته مازال حاطط أمل في يونان. وهنا العجب يا إخوتي، يهرب من الله ولكن الله ينتظره حتى يعود. الخطوة الأولى اختيار وإرسال، الخطوة الثانية طول أناة، الخطوة الثالثة رحمة الله ونجاح المهمة الكرازية. الله في رحمته يعطي درس بالغ وشديد لهذا الشعب الذي كان لا يعرف يمينه من يساره، ويتوب هذا الشعب ويقدم توبة رائعة في التاريخ الإنساني. شعب، مدينة كاملة بهذه الألوف يتوب من كبيره إلى صغيره، وينجح الله في خطته. كيف أنقذ الشعب؟ طب يا رب يونان بعد، قال أنا برضو هستخدمه. طب يا رب البحر هاج، قال أنا برضو هستخدمه. طب يا رب ده حوت كبير وبلع هذا النبي، قال برضو أنا هستخدم هذا الأمر. وكأن الله يعلن بصورة تلميحية أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ومن أجل هذا الشعب كل هذه الأحداث، ونجح ربنا في خطته، ونجح في السؤال اللي قاله إزاي أنقذ الشعب، وحقق الهدف وحقق الخطة اللي هو حطها قدامه. تعال للسؤال الثاني، قائد السفينة أو ربان السفينة الذي لا نعرف اسمه ولا جنسيته، ولكن نعرف أن بحارة السفينة كانوا من الأمم الوثنية، متعودين يمشوا في البحر، البحر الأبيض المتوسط بتاعنا ده، ومتعودين ربان السفينة والبحارة وياه أنهم يواجهوا زوابع وعواصف وأمواج. ولكن في هذه المرة كان الأمر غريب عليهم، الزوابع والأمواج ده هي كلها ليه؟ ضروري في حاجة مش مظبوطة، هتبتدوا تعملوا إيه؟ قال أول حاجة نتخلص من الأمتعة والبضائع اللي احنا شايلينها. خد بالك السؤال، كيف أنقذ السفينة؟ بيفكر تفكير إيجابي،
أول حاجة هتعملها إيه؟ قال هتخلص من البضائع والأمتعة والحمولات اللي موجودة في السفينة عشان تخف يخف وزنها قليلا. طب والأمر الثاني؟ قال أطلب من كل واحد من ركاب السفينة أن يقف ويصلي إلى إلهه. وده يبين لك الالتجاء الروحي أو الالتجاء إلى الله، وإن كنا نتعلمه من هؤلاء البحارة الذين يعبدون الأوثان. وطلب منهم من كل واحد أن يقوم يصرخ إلى إلهه. وأرجوك تاخد بالك من كلمة يصرخ، اللجاجة، ده انت وثني تسمع ربنا فين ده. ولكن هكذا عندما نضع خطة لأمر ينبغي أن يكون في هذا الالتجاء لله بالصلاة. لو أنا استخدمت فكري البشري الأمور غالبا ما بتتحلش غالبا، ولكن عندما أنال هذه الطاقة الروحية أو الصلاة أو زي ما بيعلمنا الكتاب طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. البار اللي مليان بروح ربنا، يعني لو واحد قاعد يزعق من هنا لبكرة وما فيهوش روح الله، لكن واحد فيه روح الله مثلما كان الآباء والأنبياء اللي رفعوا قلبهم بصلوات كثيرة، روح الله الذي يحركه. طب هتعمل ايه؟ قال انا هطلب منهم كلهم يصلوا واشوفهم كل واحد بيصلي. طبعا الركاب من جنسيات متنوعة، ولكن يكتشف ان هناك انسان نائم وكأنه لا يشعر ولا يحس بهذه الاحداث، وهيجان البحر ونايم في جوف السفينة. يونان، مين انت؟ مين الهك؟ قم اصرخ الى الهك. ولكن يونان يقول ان الهه هو الذي صنع السماء والارض والبحر. وتخيلوا كده هؤلاء البحارة الذين يعبدون الاوثان يعرفون للمرة الاولى ان اله هذا الرجل هو الذي صنع هذا البحر الهائج، ويزدادوا مخافة ويزدادوا رعب في داخلهم، ويبتدوا حسب قوانين البحر اللي كانت موجودة في الوقت ده يعمل الخطوة الثالثة وهي إلقاء القرعة. يلقوا قرعة ليعرفوا بسبب من هذه البلية، ويقولوا كده فصرخوا إلى الرب وقالوا آه يا رب لا تهلك، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. حتى وهم بينموا بيعملوا القرعة وخلاص يونان وقعت عليه وخلاص هيرموه وهيطرحوه في البحر، إحساسهم الرقيق في داخلهم أشعرهم أنهم كأنهم يرتكبون جريمة. يا رب لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. فعلت في القرعة، قرعة وقعت عليه. إذن هذا الرجل قائد السفينة صنع هذه الخطوات لكي ما يجاوب على يجيب على هذا السؤال، ماذا أفعل لأنقذ السفينة؟ يطرح الأمتعة والبضائع، يصلي ويصرخ ويطلب الصلاة والصراخ من كل الموجودين، وأخيرا يلقوا القرعة ويطرح يونان في البحر. شوف ربنا جاوب ازاي، وشوف قائد السفينة أو ربان السفينة جاوب ازاي. تعالى للثالث بقى، يونان وهو بيت القصيد كما يقولون.
يونان كان يشغله من أول السفر لآخر السفر كيف أنقذ نفسي، وكان بفكره يسقط في خطية الأنانية إلى أقصى حد. لا شايف السفينة ولا شايف الشعب ولا شايف حتى الله الذي أرسله. إزاي أنقذ نفسي؟ يونان ده في شعب هيهلك، قال ماليش دعوة. يونان ده في تكليف من ربنا، ماليش دعوة. ما هذا القلب؟ إيه القلب ده؟ القلب الذي يهرب من المسؤولية، أو الإنسان الذي لا يقوم بالمسؤولية كاملة، يستحق اللعنة، كما هو مكتوب: ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. الواحد حتى عمله لو نص نص كده مش مقبول قدام ربنا. ما دام صرت في مكانة مسؤولية، صرت أب في بيت تتحمل المسؤولية كاملة، صرت أم في بيت زوجة تتحملي المسؤولية كاملة، صرت خادم، صرت كاهن، صرت عامل في كرم الرب بأي صورة، تتحمل المسؤولية كاملة. أما يونان فلم يصنع هذا. تعالوا شوف عمل إزاي، عمل إيه. أول حاجة عايز أنقذ نفسي، أول خطوة وقع فيها العناد والهروب. عناده، إيه يا رب بتقول لي أروح نينوى؟ هروح ترشيش، دي في اتجاه ودي في اتجاه. بتقول لي أروح؟ لا أنا ههرب. ودايما كده، اعرف إذا سلكت في طريق العناد بأي صورة من الصور، اعرف إنك ماشي في طريق غلط، ماشي في طريق أو بداية الطريق الخطأ. عناد الإنسان. يا يونان، هو في حد بيهرب من الله؟ ده يونان حب يهرب مش من الله، يهرب من نفسه. يقول لنا: نزل إلى جوف السفينة ونام نوما ثقيلا. يعني بتخيل كده إنه نزل لغاية تحت خالص، بعيد عن حركة الناس وحركة البحارة، وجاب كده مخدة وحطها فوق دماغه ونام نوما ثقيلا. واحد بيهرب من نفسه، في انسان يعمل كده؟ ولكن من يستطيع ان يهرب من الله؟ اول خطوه وقع في الهناد، في العناد وفي الهروب. الخطوه الثانيه انه نام نوما ثقيلا وجعل اذنه لا تسمع صوت الله ولا تسمع صوت الضمير. ده مش نام بعينيه، يعني مش غمض عينيه ونام، ده غمض عينيه وأنام ضميره وإحساسه ومسؤولياته. النوم الثقيل. أحيانا الإنسان كده، أحيانا الإنسان تبقى واخده الغفلة، وربما الغفلة وهي أحد أسباب أو مسببات الخطية، غفلة الإنسان منوم ضميره ومنوم إحساسه ومنوم مشاعره، وعمال يبرر لنفسه. يونان كان بيقول لنفسه: إيه أهل نينوى دول؟ دول جماعة وثنيين، مالهم ومال الله ومالهم مال التوبة ومالهم مال العودة إلى الله والعودة للحياة ويصيروا مثل إسرائيل؟ مين دول؟ وكانه يعني زعلان خالص من الحكايه دي، ازاي الشعب ده يعرف ربنا؟ يعرف ربنا ازاي يعني؟ وكان تفكيره تفكير سطحي، مش الله الذي يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. كان ينسى هذا. طيب يا يونان، اتقرصت القرصه بتاعت الحوت وخرجت، ويا ترى عملت ايه في الحوت وانت موجود جوه؟ وهذه قصة حقيقية
والله كده يحافظ عليه جوه الحوت ويسيب له شوية هوا يتنفس بيهم ويبقى بقية جسمه في مية، وزي ما بيقول كده جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، وأحاط بي نهر. وكانت حياته صعبة جدا، ولكن صارت هذه المركبة الحية، أقصد الحوت، صارت مركبة بمثابة هيكل وكنيسة، ويرفع صلاة عميقة فيه ويراه هيكل. يقول كده: حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. يعني ربما هو في الحوت الذي صار له بمثابة هيكل أيضا يتذكر الهيكل اللي هو مكان العبادة الأوحد عند اليهود، ويتذكر هيكل أورشليم ويتذكر الصلاة فيه، وكأنه بيقول لربنا يعني خلاص أنا ابتديت أفهم الدرس شوية، ابتديت أعي الدرس. ويخرج ويروح لأهل نينوى ويقول لهم الرسالة، بس يقولها كده من غير نفس شوية. يقول كده: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. 5 كلمات، ولكن هذه الكلمات القليلة حركت نفوس بالآلاف، وحركت كل شعب نينوى، من ملك نينوى إلى عظماء المملكة، كل الناس حتى البهائم والبقر والغنم لا ترعى لا تشرب ماء، ليتغطى بمسوح، يصرخوا إلى الله بشدة، يرجعوا كل واحد عن طريقه. وهنا يا إخوتي العجب، لأن يونان اللي كان بيفكر في نفسه فقط، الله قدم له صورة وخيب ظنه. شفت يا يونان؟ شفتش أهل نينوى عملوا إيه؟ ربما تكون توبة هذا الشعب هي التوبة الوحيدة في التاريخ لشعب بأكمله بهذه الصورة البالغة النسك والزهد، والذين سكنوا في المسوح وفي الرماد وعاشوا بهذه الصورة، دخلوا الحيوانات اللي هي مصدر الأكل بالنسبة لهم، خلوها تشارك في هذه التوبة، إنجاز هذا التعبير. برضو ما عجبوش الحال. إيه يا يونان؟ يونان ما بتفكرش غير في نفسك؟ طب هدي لك درس تاني يا يونان. يونان ينظر إلى المدينة وينتظر أن تنقلب، وعايزكم كده تتخيلوا بأذهانكم كيف تنقلب مدينة. نينوى دي كانت مدينة مشهورة، مبانيها مغطاة بالذهب، وفيها من الخضرة الكثير، وكانت مدينة لامعة مع ضوء الشمس، غنية ومشهورة. كيف تنقلب؟ يوم الله يعطيه الدرس الثاني، درس اليقطينة، وهي شجرة خروعة صغيرة تنبت في ليلة أو في يوم وتضلل على يونان، ويونان في حر الصحراء يقول يا سلام، حاجة جميلة خالص، الصحراء كلها حر وأنا فوقي ظل وعايش كده ومبسوط خالص، بعد ما كان بيقول موتي خير من حياتي، يرى هذه اليقطينة يقول لنا الكتاب: ففرح فرحا عظيما. شفت يونان؟ يا ترى فهمت الدرس؟ قال لسه برضو يونان. النقطة الثالثة اللي وقع فيها غضبه ومرارة قلبه وعبارته القاسية: موتي خير من حياتي. تطلع دودة تضرب اليقطينة، تسقط اليقطينة فيختم مرة ثانية. على نبتة طلعت بنت يوم، وبنت يوم تهلك.
أما يونان فلم يتحرك في قلبه أي مشاعر نحو هذه التوبة العظيمة. يقول له يا يونان بقى أنت مغتاظ وزعلان علشان اليقطينة، ده اليقطينة عمرها يوم واحد ورحت، ومش عايزني أنا أشفق. وأرجوكم تحطوا خطوط كثيرة تحت هذا التعبير أشفق، الشفقة. مش عايزني يا يونان أشفق على هذا الشعب وهذه المدينة العظيمة التي يوجد بها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة. وينتهي السفر على كده. مش عايزني يا يونان أزعل عشان هذا الشعب الذي كان بعيدا ولكنه تاب الآن. خلاصة الأمر يا أحبائي هو كيف تفكر؟ هل تفكر زي يونان كيف تخلص نفسك ومش عاجبك حاجة حواليك خالص؟ كل تصرف مش عاجبك، ازاي بتفكر؟ هل بتفكر بعنادك ولا بالأنانية اللي في قلبك ولا بالغضب اللي موجود في حياتك؟ بتفكر ازاي؟ ولا فكرك أوسع زي قائد السفينة الذي أراد أن يخلص فكر إيجابي؟ ما في واحد بيفكر بطريقة سلبية ما تحلش حاجة، وفي واحد يفكر بطريقة إيجابية. أحكي لكم قصة كده من القصص الجميلة، من قصص الحياة الجميلة. في إحدى الدول الإفريقية كان الناس يعانوا من الكساح، الأطفال عندهم كساح في العظم بتاعهم لين، والبلد فقيرة. يبعتوا خبراء عشان يعالجوا الأطفال دول، ما يلاقوش حاجة، مش عارفين يعالجوا، بلد فقير. لغاية ما بعتوا خبير كده من الأمم المتحدة وقعد يفكر، بلد فقيرة وأطفالها بيعانوا من الكساح ولين العظام، وهينشئ جيل كله تعبان، نعمل إيه؟ جات له فكرة غريبة قوي. الفصول هناك مدهونة بالجير، فطلب من الأطفال أنهم يأكلوا الجير اللي في الفصل، الجير بتاع الحيطة. فابتدى الأولاد كأنها لعبة ياخد من الجير ويأكل، وكانت النتيجة أن هذا الأمر البسيط جدا اللي فكر بطريقة إيجابية أنقذ شعب بلد كاملة من الكساح، غزاهم بالكالسيوم وخلاهم يقعدوا في الشمس شوية، وكانت النتيجة. السؤال انك ازاي تفكر ايجابي؟ التفكير الايجابي له حاجات كتيره، بس حبيت احطه قدامك النهارده. يونان النبي واحنا بننهي صومه في هذا العام، وبحطه قدامك كيف فكر الله لكي ما ينقذ هذا الشعب. واستخدم كل شيء، استخدم الطبيعه واستخدم السفينه واستخدم الحوت واستخدم النباتات في اليقطينة، واستخدم الهواء والعواصف، واستخدم الشمس، واستخدم كل شيء. ولكن الله كان يفكر وما زال يفكر إيجابيا. هو يرى وينتظر كل إنسان لكي ما يعود إليه. دي قصة يونان، ودي تأمل في هذه الشخصية اللي بنحبها كلنا، والنبي الوحيد اللي اتخذه المسيح مثال ورمز عندما تحدث عن صلبه وموته وقيامته. أحب النهاردة أن أنا أقول لكم أن الكنيسة الإثيوبية، وهي كنيسة أخت لنا، كنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، بسموها كنيسة الإثيوبية توحيده. هذه الكنيسة يوم 28 بكرة
هيبتدوا يعملوا انتخابات البطرك البطريرك الجديد عندهم بعد نياحة أبونا بولس في العام الماضي، وعندهم بعد الانتخابات بنعمة ربنا بعد 4 أو 5 أيام يكون تجليس البطريرك الجديد، هيبقى يوم الحد الجاي يوم 3/3 في أديسة بابا. وإحنا ككنيسة نحمل للكنيسة الإثيوبية كل التقدير وكل المحبة، نصلي من أجل نجاح هذه الخطوات، وأن يعطيهم الله أيضا نعمة ومعونة في اختيار قيادة جديدة ليهم وبطريرك جديد يقود هذه الكنيسة التي نعتز بها كثيرا ونعتز بآبائها وبشعبها. وزي ما كلنا نعرف أن القديس أثناسيوس الرسولي البطريرك رقم 20 في تاريخ الآباء البطاركة الأقباط، هو الذي رسم أول أسقف لإثيوبيا المشهور باسم أنبا سلامة، وبيعتزوا بهذا التاريخ للغاية. وإحنا كنيستنا تشارك بوفد رفيع المستوى في هذه المناسبات، مناسبة الانتخابات ومناسبة التجليس. كلنا بنصلي من أجل هذه الكنيسة، كنيسة إثيوبيا، يعطيها الله النعمة والمعونة ويعطيها القيادة الحكيمة في قيادة هذا الشعب الكبير في إثيوبيا الذين يحملوا نفس الإيمان المستقيم والإيمان الأرثوذكسي الذي نعتز به. أيضا من ضمن الأمور، كلنا سمعنا أن قداسة بابا روما قدم خطاب اعتزال بسبب الظروف الصحية، واعتبر أن يوم 28 بكرة هو آخر يوم في قيادته. طبعا بابا روما نعتز به أيضا، ونعتز بالحوار، ونعتز بمحبته وبقامته اللاهوتية العالية، ونعتز بحكمته ومشاركته لنا في الكنائس الشرقية في كل المناسبات، وآخرها في مناسبة التجليس اللي كانت في شهر نوفمبر اللي فات. وطبعا قداسة بابا روما بنديكت 16 شاف من ناحية الظروف الصحية إنها مش مواتية معاه علشان قيادة الكنيسة، فقدم الطلب ده، ودي حالة نادرة في تاريخ الفاتيكان أو تاريخ كنيسة روما. احنا برضو بعتنا رسالة حب إلى قداسته، ونتذكر فيها عمله، ونتذكر قيادته للكنيسة في السنين اللي فاتت في حبريته، وبنصلي إن الله يعطيه الصحة والعافية. وطبعا أنا متأكد إن هذا القرار خده بعد صلوات وأصوام وتضرعات كثيرة. وفي نفس الوقت كتبت الرسالة، هذه الرسالة، وبعتناها عن طريق نيافة الأنبا برنابا اللي هو الأسقف القبطي اللي موجود في روما علشان يوصلها للفاتيكان. وبنصلي من أجل أيضا كنيسة الكنيسة الكاثوليكية إنها تختار قيادة روحية جديدة أيضا تسير على نفس الضرب، وضرب المحبة وروح الشركة والشهادة من أجل المسيح والقيادة الروحية للعالم. بنصلي من أجل الكنيسة أن يعطيها الله النعمة دايما وتكون شاهدة لمسيحها على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.